بسم الله الرحمن الرحيم. ده البحث يعني اتقبل في مجال الكومبوزيت ستراكشر. الناشر بتاعنا السيفير امباكت 1 Q1 امباكت الامباكت فاكتور بتاعنا 5.4. العنوان بتاع البحث تايلورينج ذا بانل انيرشال اند الاستيك فورس فور فلاتر اند ستابيليتي كاركترستكس انهانسمنت يوزنج كفر باتشز. البانل هنا المقصود بيه الجسم الطيارة أو المركبات اللي بتتحرك بسرعة أعلى من سرعة الصوت، بتبقى مصنعة من بانلز زي أو بليتس، يعني رفيعة جدا السكنس بتاعها، ممكن تبقى سكوير أو ريكتانجل. يعني البانلز دي بتبقى سك رفيعة جدا عشان الويت، يعني الويت بيبقى بالنسبة لنا كريتيكال جدا. طبعا بتتحرك بسرعه اعلى من سرعه الصوت فبيحصل فلاتر. فلاتر ده فايبريشن، والفايبريشن لما بتبقى الماجنيتيود بتاعها مش كبير بتسمى فلاتر، ولكن الفلاتر ده مع السرعات العاليه ممكن بيعمل فيلير للمركبه دي. تمام، فاحنا بنتكلم ان احنا بنعمل تيلورنج يعني تفصيل للانيرشا فورس، يعني احنا عشان نكنترول الفلاتر او ناجل الفلاتر ده او ناخره او نكنترول الفلاتر ده بنغير في الالاستيك والانيرشي فورس بتاعت البانل. تمام، وبالتالي بنقدر نوصل للستابيليتي وعدم حدوث الفلاتر او منأجله. تمام، باستخدام بقى كبر باتشز، يعني شرايح رفيعه من النحاس بتتحط في اماكن معينه على البانل في اماكن معينه. الاماكن دي يعني عملنا زي اوبتمايزيشن كده، بنقعد ننقل الباتشز بتاع الكفر من اماكنها على البانل كله لحد ما نوصل ان المكان اللي بيخلي الفلاتر بتاعي يتاخر، يعني او نوصل للاماكن اللي بتديني اعلى ديلي للفلاتر. تمام، وده اللي هنوضحه كده بسرعه. احنا لا في كده كام حاجه. احنا اولا جبنا او هتوضح قدام، يعني دي كده اهم الريزلتس اللي احنا وصلنا لها. يعني دي الايكويشنز فورموليشن، طبعا شغالين بطريقه الفاينايت اليمنت بتاعتنا، فدي الايكويشنز اللي اشتغلنا عليها. عملنا حاجه اسمها مش كونفرجنس عشان طريقه الفاينايت اليمنت مش كونفرجنس، بنقعد نزود الاليمنتس واحده في واحده في واحده لحد ما نوصل ان النتائج بتثبت، سواء لان احنا اشتغلنا فنايت اليمنت على كونسول، فنايت اليمنت على المات لاب، فده التيبل الخاص بالمات لاب وده التيبل الخاص بالكونسول. وعملنا جبنا الاول الايجن فريكوانسيز او الناتشرال فريكوانسيز كونسول، تمام، والمات لاب، تمام، او الطريقه الاناليتيكال يعني كونسول فنايت اليمنت، يعني قارنا الطريقه النيوميريكال بالطريقه الاناليتيكال. وطبعا احنا جبنا النتائج بتاعت experimental work، تمام، reference دوت، يعني اربع نتائج قارناهم ببعض وجبنا الايرور عشان نعمل validation. ده في الاول بتاع البيم. طبعا ده بتاعتنا validation للطريقه بتاعتنا عشان نثبت، ودي المودس الاول والثاني والثالث والرابع عشان نثبت ان النتائج بتاعتنا يعني حصل لها فاليديشن. ده شكل المود شيب الاول والثاني والثالث والرابع بتاع البانل. طبعا هو البانل اصلا ليه دايمنشنز في التيبل الاول احنا موضحينه، والسيكنس وكل حاجه بتاعت البانل. طبعا الفلوت شارت دي بتوضح لي طريقه، ده الفلوت شارت بتاعنا، الطريقه اللي احنا استخدمناها اللي هي بتاعت الايجن فريكونسيز او الايجن فاليوز اللي بنحدد بيها اصلا الكريتيكال او اللامدا كريتيكال. اللامدا كريتيكال دي قيمه الايروداينامك لود اللي بيحصل عندها الفلوتر. هو المفروض المركبه بتتحرك بسرعه اعلى من سرعه الصوت، فلما كل ما السرعه بتزيد طبعا الهواء او سرعه الريح بتاعتنا مع السرعه بتاعت البانل، فلما السرعه بتزيد بتوصل للقيمه كده كريتيكال. تمام، فعندها بيحصل الفلاتر. تمام، طيب احنا بقى في الطريقه بتاعتنا ازاي بنحدد ان الفلاتر حصل؟ بطريقه الايجن فريكوانسيز بنحسب الدامبنج ريشيو. لو الدامبنج ريشيو بتاعنا اقل عن الزيرو
احنا كده البانل بتاعنا بقى انستيبل، بقى انستيبل، ف بالتالي حصل الفلتر. يعني ده كده العلامه بتاعتنا. طب في طبعا في كده ستيبس في الاول، ولكن دي كده الملخص بتاعها. هيبان كده من الفيجر زي دوت. مثلا احنا عندنا ايه المود الاول والثاني والثالث والرابع. هنلاحظ ان احنا كل ده يعني انستيبل، ستيبل قصدي، هنا لحد هنا. احنا قعدنا نزود اللامدا واحده في واحده في واحده، لكننا بنزود الايروداينامك لود يعني اللي بيأثر على البانل. خلاص 240 لحد تقريبا اراوند قبل 680 بشويه كان ستيبل. هنا بقى البانل بقى انستيبل، يعني هتلاقي ان في واحد مود، واحد من المودس اللي عندي بقى الدامبنج ريشيو بتاعتي اقل من الزيرو. فده معناه او دي العلامه اللي هي بتورينا ان احنا خلاص انستيبل، يعني ده الدامبنج ريشيو اللي عندنا. في طريقه تانية بتاعت ناتشرال فريكوانسيز، طبعا ده مش التردد الطبيعي، يعني دي هي الطريقه كده. لو اتنين مود شيب تطابق على بعض بنقطه، فدي برضو ده الايه الانستابيلتي كونديشن اللي عندنا، وبالتالي حصل الفلتر. طبعا هنا برضو كانت في مقارنه تانية بين الماتلاب، طريقه الماتلاب او الطريقه الاناليتيكال يعني، والطريقه النيوميريكال بتاعت ايه كونسول، عشان نقول ان الافكت بتاع، لان ده ثن، فالثن ده كونديشن، فكل ما الثيكنس بتاع البانل بيزيد طبعا في الكونفرجنس اللي عندنا اتاثر، ما بقاش في كونفرجنس بين النتائج يعني. طيب هنا رسمنا المود شيب بس بتاع الفلاتر بقى، اللي كان قبل كده ده بتاع الفري، تمام. فاحنا لقينا الفلاتر ده، يعني الفلاتر بتاعنا تقريبا عند 608 او 690 يعني، تمام. عند الكريتيكال كونديشن او الفلاتر يعني، هنلاقي ده الفلاتر. فالفرق بين شكل الفلاتر في حاله في ايروداينامك لود والفري، الفري الفلاتر بيبقى عامل كده يعني، او الديفليكشن بتاعنا شكله بيبقى عامل كده، ده الفري لو مفيش لود يعني. انما في حاله الفلاتر بنلاقي ان الماكسيم بتاع الديفليكشن يبقى تقريبا عند 70% من الليفت هنا يعني، تمام. ودي ساين بتورينا الاماكن بتاعت الماكسيم ديفليكشن بيحصل فين، ودي هنستخدمها بعد كده عشان نحدد الاماكن اللي هنحط فيها الباتشز بتاعت الكفر. فدي كده برضو الفلوت شارت اللي بوضح الطريقه اللي احنا استخدمناها عشان نحدد الباتشز بتاعت الكفر. من هنا احنا قلنا اول ازاي احنا يعني عملنا كده في طريقه iterative ميثود او optimization ميثود عشان نحدد الاماكن اللي هنحط فيها الكفر باتشز دي او الاليمنتس بتاعت الكفر. فاحنا في الاول رحنا عند الماكسيم ديفليكشن، طبعا ده جبناه من المود شيب بتاع الفلاتر تقريبا اراوند 75% من الليفت. وفي الليتريتشر ناس كانت بتقول انه المفروض نحط الباتشز دي عند الليفت ايدج بتاعت البانل يعني. احنا لما عملنا اتريتيف ما بين التو بوزيشنز دول لقينا لا، ان الافضل ان احنا نحط اراوند ال 50 و60% من الشمال يعني بتاع البانل. ده هو الشكل طبعا، دي ده البانل تمام، ودي حاطين 10 elements في اكس و 10 في واي يعني. فاحنا ده مثلا ترايلز دي كلها بنشوف افضل اماكن او بيدينا افضل نتائج. لقينا الباترن الاخير ده افضل نتائج. فاحنا لو حطينا الباتشز بتاعت الكبر هنا في النص تمام، عند الصف الخامس والسادس تمام، اللون الازرق ده دي الاليمنتس اللي هنحط فيها كبر يعني، ده بيدينا اعلى او بيأخر لي الفلاتر قوي. وصلنا تقريبا اعلى من 1400، فاحنا عملنا ديلي كبير جدا للفلاتر اللي عندنا يعني. يعني تفسيره انه احنا كده ما بنسمحش بالتمدد بتاع الويف اللي بتحصل في البانل ده يعني. دي كده ايه الشكل بتاع الدامبنج ريشيو، ده ازاي بنحدد طريقه الايجن فاليو، بنحدد بيها الحدوث الفلاتر عندنا، ده الكونديشن بتاع الفلاتر. اتمنى يكون الجزء ده واضح يعني. احنا النتائج بتاعتنا ده قبل الفلاتر او قبل ما نعمل دامبنج، وده بعد حدوث الدامبنج. هنا في الاخر قارنا الطريقه بتاعتنا بالاكتف. الاكتف دي ان احنا عندنا مثلا نحط ماده زي البيزو الكتريك وبنديها فولتج او حاجه،
وقارنا الطريقه بتاعتنا بالباسيف ميثودز زي البيسكو الاستيك والنون لينير، دول ال 12 يعني، وفي الحالتين كانت الطريقه بتاعتنا بتدي نتائج كويسه جدا يعني. اتمنى يكون الجزء ده واضح.